هذه حساسة الزيت في 1.6 هاش دي في البنف، هذه حساسة الزيت، هذه مبرد الزيت، هذه هنا في التربو فما فلتر هنا في التربو اللي يعني يحب يمنع التربو نتاعو ويعيش معها اكثر، يصب زيت جويد اللي هو 10 40 45 وينحي الفلتر اللي موجود هنا. الفلتر الموجود هنا هذايا يعاونوا في باش يعيش التربو اكثر، ينحيه ويخليه بلاش، او ديما يبدلوا يتفقدوا يعني كل 50,000 كيك يبدلوا عشان فما فلتر هنا يتبدل، يعني هذه كامله تشرى تتبدل. هذه في البنف هذه الكتروفان تاع التربو نتاع البنف اللي هي تمشي بالهواء وهذه تمشي بالكتريك، هذه الاثنين يخدموا بعضهم، يوزعوا الهواء على بعضهم. شوفوهم هنا الخراطيم كيف جايه، هذا من هنا يدور يمشي حتى لهذ، هذه تمشي بالكهرباء وبالهواء. شفتوا هذا هاو اللي جاي بالهواء جاي من فوق هو الاول، واللي جاي واللي ماشي الالكتروفان تاع التربو جاي هو الثاني، وهذا تاع التنفيس. هذوما الاثنين مهمين اللي هما يخدموا التربو بالفيشة، هذه الكتروفان تاع التربو اللي هي بالكورون وهذه اللي بالهواء، الاثنين هذه كورون وهواء.